ثم قال عليه الصلاة والسلام: فما تعدون الصرعة فيكم؟ من هو الصرعة؟ قالوا: الذي لا يصرعه الرجال، قوي في بدنه، إذا تصارع مع أي أحد يغلبه، يطرحه أرضا، هذا هو الصرعة. وهذا المعنى صحيح من حيث اللغة، يقال له صرعة، الذي يصرع الرجال الذي لا يغلبونه يقال له صرعة. لكنهم عليه الصلاة والسلام نقلهم من المعنى الذي يعرفونه من حيث اللغة إلى معنى مهم، معنى شرعي مهم ينبغي أن يتنبأ إليه، وهو قوة النفس. قال: ليس بذلك، ولكنه الذي يملك نفسه عند الغضب الذي يملك نفسه عند الغضب. وهذا فيه تنبيه قد أشرت إليه، أن القوة قوتان: قوة النفس وقوة البدن. وقول النبي عليه الصلاة والسلام: ولكنه الذي يملك نفسه عند الغضب، فيه أن قوة النفس أولى بالثناء والمدح من قوة البدن، أولى بالثناء والمدح من قوة البدن، لأن قوة البدن إذا كانت هكذا قوة بدون قوة نفس تهلك صاحبها. كم من أناس دخلوا في ورطات عظيمة جدا بسبب أن بدنه قوي ونفسه ضعيفة، بسبب أن بدنه قوي ونفسه ضعيفة، ما في قوة نفس، وبعضهم بسبب ضعف قوة نفسه يفعل أمورا عند غضبه يندم عليها هو بعد ذلك غاية الندم. وكم من المصائب حصلت من قتل وعدوان وظلم وبطش وأشياء كثيرة، وفي النهاية يندم، لأنه قوي بدن وليس بقوي النفس، قوي بدن وليس بقوي النفس، عند أدنى غضب يمارس قوة بدنه ويضر بمن حوله من أهل أو ولد أو زوجة أو إلى آخره، وفي النهاية يندم. أذكر قرأت مرة قديم في فتاوى التي توجه إلى أهل العلم، فتوى مستفتي يسأل عن نفسه، يقول أنها اشتد به الغضب من زوجته فضربها بجمع يده على فمها فكسر أسنانها، ومع الجمع اليد أيضا طلقها، ولما انتهى الغضب بدأ في معالجة مشكلتين: الطلاق، استفتي في حل لأنه يريد زوجته لكن هذا في الغضب كيف يعالج هذا الأمر، وأيضا المستشفيات يعالج أسنان زوجته. فقوله لا تغضب من المعاني التي ذكرها أهل العلم مستفادة من قوله لا تغضب تمرين النفس على قوة النفس وتدريبها على ذلك، يمرنها. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم. مرن نفسك، هذا المراد بالتحلم، يدرب نفسه ويمرنها، فتنتقل نفسه من نفس ضعيفة إلى نفس قوية، من نفس ضعيفة إلى نفس قوية. فلا تغضب من المعاني أي
مر نفسك قبل الغضب على ما يعينك على دفعه عند وجوده. ومن المعاني لا تغضب، أي عندما يوجد الغضب لا تقم بالأمور الذميمة التي من آثار الغضب، تجنبها وحاول تضبط نفسك عند غضبك. قال ليس بذلك ولكنه الذي يملك نفسه عند الغضب.